دقائق 24 ثانية. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه شوطنا الخامس والعشرين في مجموع اشواط صباح هذا اليوم، وشوطنا الخامس والعشرين الخاص هنا ايضا بالبكار، خاص بالبكار في هذه الانطلاقات والتحديات الجميله هنا على ارضيه هذا الميدان بهذا الانطلاق المميز الجميل. نسير معكم هنا الى الصداره، نسير مع المقدمه قبرص العبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري ان تنطلق على الصداره وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني تاتينا الوثبه عمر بن سعيد بن بروك الحميري، والوصول من قبلي هنا شايعه عبد الواحد بن خزع بالعثه العامري، وتاتي وديان رابعا هنا لخالد بن سعيد بن مطر بن صبح بن فرحه لقتبي، وعلى المركز الخامس طلايع عبد الله بن علي بن يمعه بن سعيد الرميثي، من تنطلق بطلايع بهذه الانطلاقات والتحديات. ارى شعار رغش بن طبازه مع مياس مبارك بن رغش بن طبازه بن دوده العامري هنا سادسا، المركز السابع غطرس حمد بن سالم بن نصره العامري يقدم لنا غطرس، السابع عن المركز الثامن روز سالم بن حمد بن ثعلوب الدرعي يقدم لنا روز، سابعا المركز الثامن الشبلة راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير لقتبي، ووصل شعار الأولمبي هنا مع الضبي شلويح بن حمد بن شلويح العامري، من تنطلق تاسعا، وعلى المركز العاشر والوصول من الهمالة لسعيد بن عثة بن خزاعة العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة إلى شعار الحميري. هنا من انطلق الوثبة، وثبت على الصدارة، يبغي النقطة الثالثة في بأفضل توقيت سجله في الشوط الماضي مع هنا كنوف. ها هي الوثبة عمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. تأتينا المركز الثاني وديان خالد بن سعيد بن مطر بن صبح بن فرحة لقتبي، وهنا شايعه عبد الواحد بن خزع بالعثة العامري، من تاتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع والقدوم بهذه اللحظات على المركز الرابع هناك من روز من الجانب الاخر سالم بن حمد بن ثعلوب الدرعي، وهنا قبرص عبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين، وال800 متر الأخيرة، وأرى قدوم من سيطرة محسن بن سالم بن حمد المالكي أيضا قادمة بتحديات، ولكن الصدارة مع الوثبة، المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. الوثب عمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة. وديان قادمة هنا لسعيد بن مطر بن صبح بن فرحة لقتبي، ولكن الوثبة على الصدارة، الوثبة على المقدمة، الوثبة على المركز الأول، النقطة الثالثة لهذا الشعار، الوثبة عمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري. شكرا بوليدة أيضا من يقدم الوثبة في الانطلاقات والتحديات. سلام منازف، سلام وتحية واحترام على هذا الأداء المميز الجميل، ولحظة الوصول إلى الفوز وإلى الناموس. المركز الثاني وديان سعيد بن مطر بن صبح بن فرحة الكتبي، المركز الثالث سيطرة محسن بن سالم بن حمد المالكي، ووصلت هنا جناح هذا الانطلاق محمد بن عبد الله بن الحب العامري، وهناك ايضا الوصول من الهمالة لسعيد بن عثة بن خزع العامري على المركز الخامس. نعود مشاهدينا الكرام الى الانطلاق، نعود الى التحدي، الى الفوز والى الناموس، والنقطة الثالثة هنا مع بن بروك بهذا الانطلاق
الانطلاق والتحدي. سلام سلام منازف سلام على هذا الأداء المميز الجميل الذي قدمته هنا الوثبة. هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة والتوقيت الأفضل ما شاء الله، أفضل توقيت تسجل 4:20 ثمانية من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني للوثبة. تهانينا لعمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري على هذا الفوز المميز. شكرا أيضا لخالد بن بروك من قدمها بالانطلاق 4:23 سبعا من الأجزاء من الثانية توقيت وديان خالد بن سعيد بن مطر بن مصبح بن فرحة لقتبي، بينما المركز الثالث 4:24 أربعة من الأجزاء من الثانية سيطرة محسن بن سالم بن حمد المالكي. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.